بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قول الله عز وجل: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. أمرنا الله عز وجل أن نأكل من طيبات ما رزقنا وأن نشكر نعمته فإنما رزقنا لنشكره، هذا من حكمة الله تعالى أن خلقنا في حاجة وأعطانا ما نسد به حاجاتنا، وجعل ذلك سبيلا إلى ما هو أعظم من تلك الحاجات. فحاجتنا إلى شكر نعمة الله أعظم من حاجتنا إلى الهواء والطعام والشراب، فنحن والله لا نحصي ثناء على الله. فكل نفس وكل طعام وكل شراب نعمة من الله عظيمة، وشكرك نعمة الله عليك نعمة أعظم، فأنت تحتاج إلى ذلك، إلى الطعام والشراب والنفس أنت تحتاج إلى الشكر لصلاح قلبك، وحياة قلبك أعظم من حاجة بدنك إلى الهواء والطعام والشراب، فالشكر سبب حياة القلب، فلو منع من البدن الهواء يموت، فكذلك لو منع من القلب الشكر يموت، فأنت محتاج إلى حياة قلبك أعظم من حاجتك إلى حياة بدنك، فجعل الله عز وجل النعم ليأخذك بها إلى ما هو أهم، وليأخذ قلبك بها إلى نعمة أتم، وهي أن تشكره على نعمته فيعطيك المزيد، كما قال إبراهيم عليه السلام: وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فالشكر هو الغاية. أكثر الناس إنما يرون النعمة ما أعطاهم الله عز وجل من الرزق، والشكر الذي يعني يقومون به إذا رأوا ذلك نعمة أعظم وحاجة أتم. إذا قال الحسن: من لم يرى لله عليه نعمة إلا في مطعم أو مشرب فهو مغبون. قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وما أنعم الله به عليك من شكره هو نعمة جديدة، فإذا شهدت ذلك شعرت أنك لا تحصي ثناء على الله، كما ورد في الأثر الإسرائيلي أن داود عليه السلام قال: يا ربي كيف أشكرك وشكري لك نعمة علي من عندك تستوجب بها شكرا. فقال تعالى: الآن شكرتني يا داود، يا داود الآن شكرتني. يشعر العبد أنه يعجز عن أن يحصي ثناء على الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وقال تعالى واشكروا، قوله عز وجل: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، دليل على أن من لم يشكر الله لم يعبد الله، وأن زوال الشكر بالكلية هو زوال الإيمان بالكلية وزوال العبادة بالكلية. لذا نقول أن كل أعمال القلوب الواجبة لا بد من وجود أصلها في القلب حتى يحصل أصل الإيمان،
فإذا زال أصل الشكر بالكلية زال أصل الإيمان. إن ربنا قال واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، الذي لم يشكر نعمة الله لم يعبد الله. وهذا مثل قوله تعالى وخافوني إن كنتم مؤمنين، يبقى من لم يخف لم يؤمن. طب إذا خاف خوفا ضعيفا كان عنده إيمان ضعيف، من شكر شكرا ضعيفا كان عنده عبادة ضعيفة. قال الله تعالى وسيجزي الله الشاكرين، أي سيجزيهم أعظم الجزاء وأعظم شكر لنعمته بالدين هو الثبات عليه. أعظم شكر لنعمة الدين هو الثبات عليه. فأنت تشكر نعمة الله أن وفقك للدين بأن تثبت عليه كما دلت عليه هذه الآية الكريمة وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يعني مقام ابتلاء عندما نوعي إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون ذلك ليوم وفاته. يعني هو جالهم الخبر ولم يكن صحيحا في غزوة أحد أن الرسول قد مات أو أن محمدا قد قتل، كان هذا العتاب من الله عز وجل لمن قعد منهم، وليكون تمهيدا ليوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا. ولذا قرأها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، المتوقع أن يكون المقام ده يتقال فيه وسيجزي الله الصابرين، مش كده؟ أفإن موت الرسول أو قتله، مع أنه مقام ابتلاء عظيم ومقام نزول أعظم مصيبة بالمسلمين. إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم فإنما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عبادة الله هو أعظم نعمة. وده الفهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما قال لهم من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. إذن أنتم لن تضيع منكم هذه النعمة، وهي نعمة إيه؟ عبادة الله. فإنما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عبادة الله هو أعظم نعمة، وشكر هذه النعمة بأن نثبت عليها، كما قال أبو بكر من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فمن انقلب على عقبيه فقد كفر هذه النعمة ولم يشكرها ولم يكن محقا في اتباعه لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وللعقيدة والتوحيد الذي جاء به وللعبادة التي جاء بها لله. قال تعالى ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فهذا مقام صبر وشكر معا، شكر نعمة الله بأن تثبت على هذا الدين وأن توحد الله في كل وقت وفي كل حال وتثبت على عبادة الله سواء أوجدت معينا أم لم تجد، وسواء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا أم قد مات ورحل عن هذه الحياة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم أتمم لنا نورنا واغفر لنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، دي آثار في الشكر، يعني
قال إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. حديث رواه البخاري رواه مسلم. فالله جعل الأرزاق سببا للشكر، والله يرضى باليسير، بأن يقول العبد بعد أن يأكل الحمد لله، وإذا شرب الشربة أن يقول الحمد لله. فيتأمل الإنسان كيف وصلت له هذه الشربة، وكيف نزلت من السماء في وقت لا نعلمه، لا تعلمه أنت ولا غيرك. يعني الماء اللي بنشربها دي بالتأكيد نزلت من السماء في وقت ولوات، السنة اللي فاتت، السنة دي، ما هي جاية من نهر النيل، ونهر النيل ده عشان يجري لازم تنزل أمطار في الحبشة وفي منابع النيل على مناطق الاستوائية. الحبة دول اللي وصلوا لنا دول نزلوا من السماء في وقت، فتتفكر في قطرات الماء التي تشربها من أين أتت وفي أي يوم من الأيام نزلت من السماء. الله أعلم، نزلت في وقت معين ثم سارت مسافات طويلة ثم احتجزت مدة عند العوائق والغابات، ثم بعد ذلك سارت مدة واحتجزت مدة عند السدود والقناطر، ثم بعد ذلك مرت إلى مراحل كثيرة، ثم في القنوات الصغيرة، ثم في وسائل نقل المياه وتنقيتها، ثم وصلت إلى الصنبور، ثم فرغت في الكوب، ثم شربته. فماذا فعلت أنت في هذا كله؟ وكل ما فعلته أنت في هذه المراحل هو الخطوة الأخيرة، وهي شرب هذا الماء. أما ما كان قبل هذا فليس من تصرف البشر. يعني نهر النيل ده موجود من قبل ما يتولد إحنا بآلاف السنين، إحنا وأجدادنا وأبائنا، ولا تزال كل سنة المياه تنزل على أثيوبيا وعلى إيه؟ وعلى أفريقيا عشان يجري هذا النهر. كما أرشدنا الله عز وجل فقال: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. لو كان بقى في مياه من العيون زي المياه المعدنية دي من عيون نابعة، ممكن تكون المياه دي نزلت من السماء من آلاف السنين، تخزنت في باطن الأرض أو مئات السنين أو عشرات السنين، حدش عارف. لأن ربنا قال: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. وبرضو لا شك أن الماء ده نزل من السماء، نزل وبعدين جعل ينابيع في الأرض. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فالمياه العذبة نسبة الأملاح فيها متناسبة تماما مع تكوين الإنسان والحيوان، ولو زادت نسبة الأملاح لصارت ملحا أجاجا، يعني مرا مالحا. وذلك لأن الفرق بين نسبة الأملاح في الماء المالح والماء العذب نسبة بسيطة، دي مثلا 8% والتانية مثلا 2%، ها 1.7، حاجة خفيفة جدا. فسبحان الله، لو شرب إنسان من ماء البحر فإن الفرق بسيط، فإنه لا يروى أبدا ويزداد عطشه كلما شرب منه ويتضرر أعظم الضرر. وحينما يحاول البشر تحلية المياه المالحة لجعلها عذبة فإنهم يجهدون جهدا شديدا، ومع ذلك لا تكون هذه المياه بالكثافة والكفاية التي تكفي حاجات عامة البشر. وبالرغم ما تبذله بعض الدول الغنية في ذلك، إلا أنها لا تكون أبدا مثل المياه العذبة التي لا تحتاج إلى تحلية. فتأمل حال البشر، لو جعل الله كل البحار كذلك، لو كلها مالحة، فسبحان من أتقن كل شيء. فتغير هذه النسبة يعني تغير حياة البشر. لو زاد الملح في جسم الإنسان فإنه ينتفخ
وتنفجر خلاياه من شدة امتلائها بالماء، ويخرج الماء بين المسافة الخلوية، الخلايا مش قادرة تستحمل عشان وجود الملح، تقوم تسحب معاه مية، يقوم الخلايا تتنفخ، يقوم يتسرب أكتر إلى الأجزاء اللي بين الخلايا، ويحصل ضرر عظيم جدا من زيادة الملح زيادة يسيرة، وربما يرتفع الضغط وينفجر الدم في العروق، والأملاح التي في المياه العذبة ليست منعدمة تماما، لأن الإنسان يحتاج إلى أملاح موجودة فيها ولكن بنسبة ضئيلة ومحسوبة تناسبه. فاللهم لك الحمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله.